عاجبه موضوع الفن، إذا بترك الفن بيقاطعني، بس أنا عندي منه حالة تشاؤم فظيعة، وإذا بسمع باسمه بعرف أنه في مقلب على الطريق، وأنا رح تكلش 20,000 ليرة هيك ظلما وعدوانا. وفاجي لا حدا يجيب لي سيرته بنوب، ما بدي اسمع باسمه نيفر نيفر. وهي خاتم ذكرتيني اني اشلحه، واذا ما اتصل من هون لوقت البرنامج خلص. شو قلتي لي الخطوه الثانيه؟ بترجع له الدبجيب والهدايا واللعب. اسكتي انت. ايه مثل ما قلتي رح ارجع له اياهم. وانا حلمهم لك كلهم في صندوق. اصل انا متاكده يا اختي انه مش حيتصل. لا رح يتصل. من قلت لك اسكت. ما تطلع فيني. مساء الخير واهلا وسهلا بكل يلي عم يسمعونا هلا، واللي اكيد عرفوني من صوتي نورما من ورا الميكروفون. بترحب فيكم بالحلقه الاولى من برنامج ستار على الهواء، واسمحوا لي بحلقه اليوم رحب بالفنانه ميديا اسرب الملقبه بدادو. ميديا اهلا وسهلا فيك ببرنامج. اهلا وسهلا فيكم وبكل الناس اللي عم يسمعونا. وقبل ما أبدأ لقائي مع ميديا بدي أذكر المستمعين يلي حابين يتواصلوا معي أنا أو يسلموا على ميديا أنه يتصلوا على الرقم 322-56-8910. سجلي سميحة. سجل. شو؟ هي ما عم يعلق. معقولة كل الخطوط ولا واحد عم يعلق؟ جرب رقم الثاني. اي جربي. وخلينا هلأ ناخد أول اتصال بسبب الضغط الكبير يلي صار على الخطوط ومنقول ألو. ألو؟ يعطيك العافية، شلونك؟ أدري؟ زكاة عافيتك. خرج أحكي مع جارتنا الأنسة دادو؟ يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا بحضرتك، بس لو سمحت بليز في مجال توطي شوي صوت الراديو من عندك؟ يا عراسي يا عراسي، إيه مو تكرم عيني؟ إيش فكرتيني جدبة مثل هدول المتصلين بتصلوا فيكم ما بيعرفوا بيعملوا هاي إيش بقولوا له لب لب؟ أوكي تفضل. دادو معك على السمع. عراسي مرحبا انسي دادو، شلوني؟ ما عرفتيني؟ انا ادري. اهلين اهلين ادري. مرحبا يوب، شلونك؟ اعطيك العافيه، انا دقيت خص نص مشان اقول لك انه رغم كل المحن والصعوبات اللي انت واجهتيه وطلعت لك في طريقك الفني الصعب، انت بتضلي عندي الفنان الأولى. شكرا كثير أدري، هيدا من ذوقك. ولو على راسي هذا واجبنا. ايش دا اقول انسي ميديا، بما انه انا وانتي خوش بوش وبنعرف بعضنا من زمان كثير، بدي اقول لك كلمة الحق اللي انتي بتستحقيها، واقول لك كل المستمعين الله والله انه الانسي ميدو ما في مثل طاوي.